السلام عليكم. هنا النص اللي بقى ليا ديال الكبده غنديرو في الطواجين. هنايا درت شويه ديال الربيع، ها هو شويه ديال البصله مشلطه، شويه ديال مطيشه حيت لها الزريعه وقطعتها، تكون مطيشه واحد شويه كبيره، واحد ربعه ديال الثومات، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، وغنزيد الزيت حتى هي 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 شويه ديال الزيت، غير شويه ديال الزيت تقريبا غير جوج معالق حيت غندير فيه الكبده، ها هي بعد ما قطعتها ومعها الشحمه كنخويها على هاد الطواجين، وغنحرك كل شيء مزيان ونتوما نخلط كل شيء مزيان، وغنخليها ترقد فيها واحد ساعة ولا ساعتين على حسب، نتوما نخليها مرقدة فيها واحد شوية هاد العطرية وهاد لاصوص وهاد الشي كله، نتوما وغنشعل ليها العافية تكون مهيلة ونخليها طيب، حيتاش غير غطيب حيت فايت ليا الكبده، فايت ليا شويتها نص طيبه، درتها في الفخر واحد نص طيبه، و شويتها في النص طيبه بعدا في الفخر وقطعتها، ودابا صوبت هاد الشرموله هكايا، هانتوما خلطها معاها مزيان وري كيف كتشوفوا. طب وغنخليها واحد ساعة ولا ساعتين على حسب الوقت اللي عندك، غنخليها مزيان باش تشرب هاد العطرية ديالها، نتوما وعاد غنشعل وتكون العافية مهينة ونخليها طيب، ما غندير ليهاش الماء لحقاش المطيشة غادي تطلق الماء ديالها، وكاينة شحمة صافي طيب غير بديك الشحمة وبهاد لاصوص ديال المطيشه وديال البصله وصافي، غير غتلقل داك الماء وغينشف صافي غنطفي ليها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الطريقه ديالي باش كندير ملي كتكون عندي الكبده كثيره، كندير النص كنديرو بالفاف ونص كنديرو بحال هكايا في طويجين العشاء ان شاء الله. هي بعد ما بدات تطبخ ثاني ناقص العافية حتى الحل، هاي كتجي معلكة، هايا دابا غير كنشف من هاد المرقة اللي تلقات حيت مطيشة تلقات الما، كنشف من هاد المرقة اللي تلقات صافي غنطفي ليها، خليتها واحد ساعة، أنا خليتها في التشمولة ديالها، عاد شعل فيها هانتوما. شفت المرقة ديالي كتكون خافة، غير غنشف مزيان صافي غنطفي عليها.